من داخل قسم الأطفال في مستشفى كما العدوان، هذا القسم الذي استقبل خلال الأيام الأخيرة أكثر من 200 حالة من حالات سوء التغذية نتيجة عودة شبح المجاعة مرة أخرى إلى مناطق شمال قطاع غزة. نرصد هذا الوضع مع والدة الطفل أمجد القنوع الذي يعاني مؤخرا من سوء التغذية وعدد من الأمراض. السلام عليكم، أنا والدة الطفل أمجد القنوع، عمر ابني 3 سنوات، وزنه 5 كيلو. تعرض ابني لسوء تغذية بشكل حاد، أدى إلى أمراض عنده وهو بارتر سيندروم، هو نقص في البوتاسيوم وفي الصوديوم. هذا سببه نقص الغذاء ونقص العلاج ونقص الأكل الصحي الموجود في شمال قطاع غزة. طب كيف كانت حالة الطفل مثلا قبل 7 أكتوبر أو قبل الحرب، وهل كان هذا الأمر بارز عليه أو واضح المعالم؟ كان الطفل أمجد بحالة جيدة، ولكن بعد الحرب أمجد كل يوم عن يوم يضعف. يعني أنا اكتشفته أنه يعني عظامه بينت، كل إشي في جسمه بين، فاكتشفته ورحت على كمال عدوان، حكوا له عنده سوء تغذية وأدى يعني إلى مرض هو البارتر سيندروم. طب هل في شيء ممكن اعوض غير الطعام حاليا؟ اذا في مثلا مغذيات او ادويه ممكن تعوض نقص البوتاسيوم؟ الطعام طبعا شيء اساسي وخاصه الصحي يعني، والعلاج كمان العدوان مش متوفر المستلزمات الطبيه فيها، يعني الصوديوم مش موجود فيه ولا البوتاسيوم. يعني انا مني بشتري الصوديوم والبوتاسيوم لما في مستلزمات طبيه وما في تغذية خاصة في شمال غزة. إذا شبح المجاعة يعود من جديد إلى مناطق شمال قطاع غزة في ظل عدم وجود أي مساعدات تدخل إلى مناطق الشمال، ما يدخل حاليا هو فقط الدقيق، لكن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى التنوع الغذائي الذي يعينهم على تحمل هذا المرض والشفاء منه بأسرع قدر ممكن وأسرع وقت ممكن. عبد القادر صباح، مستشفى كمال عدوان، لقناتي العربية والحدث.